بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عاشر كان وكيل لببغ القنطن يا السقالات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب جواز التمتع وحباب هاي تمتع إنه بناية، بمعنى إن لن نستطع مال الراح في الحج وعمر الله هرمر يكدبنا حج لوحشيو isla bilaha xajka gudahooda ayaa tamattuca laga wadaa. Waxaana soo galay tamattucaas labadii qaybood oo ahaa qiraankii iyo tamattuci. Walidaalika xaafidku wuxuu yidhi yutlaqu at-tamattucu fi curfi salafi cala al-qiraani aydan. Tamattuca dad maqasho dhaqanka iyo caadada salafu saalix xataa qiraankaa soo galaya. Labada macnaba marka waa loo jeedaa. Xadathana Muxamed ibn Muthanna wa ibn Bashar qaala ibn Muthanna wuxuu yidhi asagu xadathana Muxamed ibn Jacfar حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن قيس قال قتادة وحوري قال عبد الله بن قيس العقيلي عفوا عبد الله بن شقيق العقيلي كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينهى أمتك كربوها عن المتعة أي متعة الحج حجك إن تمتع لقو حجيو أنت عمر الله هرمريو لقى حلاله به هدنا حج لحلو إسلامي شد الحجة قده هذا أما بلها حجك بقى. وكان علي بن أبي طالب علينا وحوها يأمر بها كي أمد فر متعد فرجري أسوق هلا سمي أورنجري فقال عثمان لعلي عثمان بعلي وحكي لي كلمة واد أنقر حسنين أري بمركين دودة هي المسألة تكون عن رافين أي عثمان أري كصوف كذي ثم قال علي وحكي لي أري كانوا إيمان دونايو دعنا منك وي دعنا منك ورنقتك أما النداء وكله أما أمس وكله وهذا هذا المركا الرقوا وينه علماء وخلفاء كلا قبطاء نهين مركا دنكا لغا فيري هري أدي كلا فضوط أيا مركا روح ميقان كيسي يوميش اللي شوق اللي ايغو أيا مركا قلنا يقون أي أري علوس. ثم قال علي وحود لقد علمت وحاد أكتا يا عثمانو أن قد تمتعنا مع رسول الله رسول كإلهي إنا نلطمت عني وأن حج إي عمر إسكو درسني بلي حجك نبي قلنا الله سعدت أكتا هاي وحاد مركا أمد أقود ديدي سانو مقران أيو. فقال عثمان وحوله هو شو واك جرابيو أجل برها وأن أجاي إن تمتع النبي قو السمية بمعنى قرآن النبي قو السمية صحابة كلنا أي تمتع السمية ولكنها سيشي ولكنها سيشاء أن وحنا هين بور كنا وحنا خائفين خائفين أكو عب سني حلق أن تمتع السمية ني النبي قو تمتع السمية عليو عب سبع جرتي وركاسو يسي يوشك سيد عثمان وأنا وران صح هاي وران صحاين دودان صحاين وهي صدرت اللفظ ولكننا كنا خائفين وحي كتمت كلية رواية عبد الله بن الشقيق العقيلي رواية بس هي كتمت هاي الحديث ك وحاكله لورية نك اللي جاه عبد الله بن الشقيق لورية سعيد المسيب لورية عن عثمان وعن علي وكذلك مروان بن الحكم الأموي ورية عن عثمان وعن علي روايتنا وفي الصحيحين وروايتنا وفي الصحيحين تسعيدنا وبإيمان دون تابا مركا لو الرواية لفظيا كما إيمانين ولكننا كنا خائفين تاس كما إيمانين وأنا مشكل من حيث الفقه أو حلق حجة الوداع وحب ساء متشيرين لكن مصنع صوحوق با رواية الشقيق عبد الله بن الشقيق العقيلي أي أقوى من رواية سعيد ومن رواية مروان مركا سياق سودا ميستنيا لأيه مركو هو مشكلة وحين صوم الرأي حديث كحارث بن وهب مركو كهل لها النبي محمد عليه الصلاة والسلام حج كيسي حج الوداعها يقاب كل واحد يحالة أمني الغصقنا وكين صوم الرأي لح بقول سقاشني لح رقم كتاب الصلاة بينك صوم الرأي طيب صلاة مكان لقابين يا جمع عيدي بينك صوم الرأي لح بقول سقاشني لح بتكفيرين كرتان إنو يري سحابيكو كنا آمنا ما يكون الناس حلقان صلاة قابينيني أمان جمعينيني وحان واهين حلق بنا آدن أغن بذقل يبضنا حجة الوداع هدو علي إلهي سبحانه نبي قو قرقاري قال شبطي عرب إسلامتي مركا سنة كهو الرئيين وكي نبقى أبو بكر الدري أيجيلي ضوافك يكعب ما إيمانكر الروح قاوان والله يطوف بالبيت عرياء سنة كهو الرئيس ديادنا وكي ما كالله فرطيب يا عرب أي هوشا كتشب طي الله وذا إسلامي أو واحد قال لي ما كسوارة وقريشة دي عربة وسنجرين أطراف تكوي جرو واجد دم إسلامي مويت في حجة الوداع واجي مرك النبي وحجنا يي عبسي إسكب داي قبيل عربي ذو مشرق ما قال ما بتشرين
اللهم نمنك أدكب حسن حدود العرب إيه مركز شري حق الشام العراق علف كذا كرجل النصارى ذا مويون عيون واجد دم بعد مركي شام يلا قبطي العراق إسلامي مويه مركز قضية ذا مركز وحان عوان عبسيني سح ماها وان عبسيني سح ماها علماء مركز حتى الإمام يان لفظ كان إمام دمبو عبد الله مشقى العقيل بن حافظ إمام الجبل التابعة وريي لما ده كرو ومنكر لما أما شاد لما أوران كرا سود حافظ كجسم سوى شدود بوشيغ لك شدود كاس وحان وحان ديدين وحديدية قضية دو كه الله يعثمان من عفان ماها حج دو عبسة ماها وحوجي ده إن بلا حج كان انتي الله عمره يستهدنا لحجيه أما عمره با لدحد يو بلا حج كوجي ده سيدي الضبط وطعوا معي وإن هل سنة قده هل سنة قده لو يطوم بلد قده حق النار عمر يسوط حق النار هذا حج ذو وحي كل يدي دنايين ويكدق الله ميان إن بلا حجك لعمر يسطو لعمر يسطو لبدا قضب بيكدق الله ميان مرك لبدا قضب كارا وورد عاي صحابة عبسانة يوايد عاي حج عمر دي النبي عمر يستي عمرة الحديبية صحابة وبينتي بيت كوسو قستين عمره أي مادين لودي دجري كديبنا هذا الدير كديبنا بمحمد يقفار قرشيه شيئين أي لابتين عمره ذا مدينة مركي كسو بحين إما كوسو سعودية وحي صحابة صوح الدين في ذي القعدة عمرة الحديبية وحي أهيد في ذي القعدة يا أهيد مركا وانا مقام حي وعمره العظي في أشهر الحج عمره ذي لودي دي سنة كي تضباد هجرة الحديبية مركي لوه شيئين النبي صحابه واللابتان سنة كدمنا الصوع عمر يستان وعمرة القضاء لو بحيي عمرة القضاء عمرة الله بعد يدم بين النبي محمد صحابه نيسو عمر يستان وحي أيضا عضي في ذي القعدة بشي بشي هذا بين قطعي الله بعد عمر محمد عين في ذي القعدة مركو عمرة عضي في أشهر الحج النبي محمد صحابه عمر يستان وهم خائفون وهم خائفون خوف مركز سيدنا عثمان شيعي والله بدا عمره هراء دحدعى في اشهر الحج يمكن مرك اشهر الحج عمره يست عمره هرمري هذانا حق لها انه هذانا حجيو مرك لا غار يوم التروي تاسو كهلي اي ما و خولي وان عبسنيني حاج الوداع النبي السعودي ما اي صحابو دم حجين عثمان ولا سعودي ما و كهلي مرك تاويل كاسا مرك يا صحيح ومرك ادياد قيمه بدن وحدثنا يحيى بن يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حارث الهجيمي اخبرنا شعب بن الحجاج بهذا الاسناد بكتب مثله مثل حديث غندر يعني حارث خالد بن حارث الهجيمي عن شعبه يا محمد جعفر عن شعبه اسمه التابعي حديث كان النسائي باسون رسول ساره وحدثنا محمد مثنى بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعب بن الحجاج ابو بسطام الواسطي عن عمرو بن مره الجملي عن سعيد المصيب حديث سعيد المصيب نواكي متابعين عبد الله بن شقيق العقيل قال وحور سعيد اجتمع علي وعثمان علي عثمان باكل ما يسوي مد بعصفان ماشى اللي يداه ماشى سيكوكل من عصفان من المكة كوكل الرئيس جد كان مكية مدينة ولا حياة كويا لو حق مكة حقا وعصفان اللي يداه فكان عثمان وحوا ينها ومضى كي كربة عن المتعة عن التمتع إن عمر الله هرمريو لقى حلاله وكدبنا مالك سيديداد إبشا عرف والله حدو حج أو العمر عمر ذو أدي ذي جروا مدى كريب جري في أشهر الحج بلا حج كإن لعمر يستو فقال علي وحيلي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله تنهى عنه علي هوشا سوى كقرمي وحيل علي ما تريد محاط كربته إلى أمر أرهن فعله رسول الله أرهن رسول كالنبي محمد سمي محاط كربتاي وتنهى عنه مدى قريب أر النبي السمي محاط مدى قريب محاك هاك علي محاسك سيد لذا سيدنا عثمان هؤلاء أكتر صوبانه إنه سمي محاط مدى قد ديسا وسؤال مهم فقال عثمان وحور مركي هوش أتكات دعنا عنك وات كلمة دي وران وصو أفقبات سدي عبد الله بن شقيق العقيلي في رواياتي أما رواية سعيد المصيبي وقعدي دعنا منك ونقطك ورك نقده نقلتك ورك هذا وضو ورانا وكيسو يلي أجل وأوغها لكن وانو عبسانا إني مركور ورنقطك وهذا الكي قد فقال علي وحور إني لا أستطيع أن أدعك ما أود إن أنكاتك كما الدين كرو وردام يا كما الدين كرو واضح ما هي لما سيوضي النص اللي هذا هاي وذات لدين ما هي وذات يا عامي يا علمي يا شريف يا شيخ نين لدين ما هي لأن محايا إلي
شيء مقدس كاء ودينتنا شيء مقدس كحرمضة يمضنانتا مضن وهذا الله كالرسول عليه الصلاة والسلام قف مسلم كان قيمي سيو حرمي سوحي وكحرين يا كل بنتو نسكا يا شرع يا حرمي مركز دارة الروح يا صغو اجتهاد يا أما وحكا الإسكادة يا أما قيل عدار بشيكتا إنو بال مرها يو نسكي نسكا حرمضة يمضنانتا له هدي أصي نسكي لغا أمسول لغا هرانا دينك هابا بأوي دينك نوحي كل ورسانتا هاي وإن أد إلى لسانو دورتانو حلس كسارتا كما الدين كرو إدا كما الدين كرو محايا لي محايا لو إن نسك اللغو عدي وإن نسك اللغو عدي وكي ابن عباس يري وحن كبق يا إن عرك الحق رجح يا لك قصو الدات شو لين رجميو سيدو كفارتي كوه الرئيسي إذن كوه الرئيس اللو الرجميي أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال عمر وأبي بكر قال أبو بكر وعمر بالي نبي محمد بايدي بان إن الله هاي مركز الله سو شرتقي سان أبو بكر وعمر بايدي والله هذا صحابي رسول قد هاسكوت ديرنا ضد أن يسكوه ريمن كريننا هاسكوه ركيننا أبو بكر وعمر هذي وحتى وشديد أما قاب حوار كين إن لو عدر الدار الله قل بحيم مذيهن ولا واحد قد بن وعلوم ذي أوليد إلهي وي لكن منان توحى إسكاله نص إن لا إله لي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا أسكوت درتو حق أوه يريسو يا ذو إن واحد قد بن علوم ذي أهل العلم يا أهل الخير أو ترى هذه بلا سوء ودوح الدليل شاسع آخر لا تجدونه أنا والناس كان إلهي كرسول كذي يقول أكتهاي والله قد نقاقي ما كل بضع وين لا جمعيو سحر اللوح كتاب دون سومالي الكنا كنا بعد قالان سيدا مرك الشرع الله إلى ليا علماء حرمة ودي أنمل لو قد دعيني بلا دونها يا أما لو قد دعين معناها سومرك سيدنا عثمان علي وضع إني لا أستطيع أن أقول ما بقى وضع أنا دعك شرعا وي وأنا وضع أنا إسكام وصحق رقان هاني في علاهان يبنى أدن ما لكن شرعا إما أقول شريعة حجعة إن أنكتها وأنا ديك أقول حرميون كاقل لحظ فلما أن رأى ذلك علي علي مركو أرن كارك إن عثمان هوش يسكر لبا يحق أنه ديدين هاي إنه قصر نغضو أهل بهما ووضع حدي حج عمره جميعا سوى ذجره حول ما مقلع سعى عثمان هاي قد يسانيك لبيك اللهم بحجة وعمرة معا بكاقض قاد أضوك وأميرك المسلمين الخليفة الراشد لكن الحق أولى الحق أولى وحاوي ما أن يتبع وحول الشيخ الإسلام ابن تيمية مركو كهلا أبو إسماعيل الهروي والشيخ الإسلام لو يقان ابن قيم في مدارج السالكين مسألوه وذاتك كخل دمي بآد وقل بحي حقا كتشوك سيد حقا كيستاقي سلسلي كرطمها كتشرا إنو وحلا لقي كرا كردو سكده وكو عبار وذيب واركون سالك السعوني مركاسه وحولي شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا شيخ الإسلام حولي آدبا نجعله لكن وحان قسي جعله حقا هذا الكيس وحو خلاف سنية هاي كتاب ربي وسنة نبينا محمد بخلاف سنية مركا حق شيخ يقى مركا وإن ميزانك سيدا كو أهادو عامضا وحاكو دعوام هاي عاما كو عامضا الكباب كو حاكو دعا وذا دها يا شيخ ينك علوم ذا أمان نبضون كي أضيقا كلقي مبتو كلوين هذا نصوص يا شرعيقا حرطا باللو غانا محاكو دع عدر ليلة هذا إن الناس كانت تيقاد حرمي سؤوين هذا وذا دها أنا يا علماء فيش الجويل وحور ريب ويا لبضع مرك ولا نسكي لبع عذر ويوحن حن نسك حرمة قدري علماء حق هذا إلهي هكو حد قد بحبها عاين هفلا قادين وحاجر هذا ورك الشيخ واخل دين هاي نسكو خلاف سنة لكن هبل وأن علماء خير بدن وحو اسمه تي أما أوب حيا صق صق أطلع لكن هذا أنا وكان إنه يلا إن وذاك حرمة يسي حق يسي الله دوره نسك أنا أن لقيت تجيب بال الربا لبضع طرفه مرنا لقوا أن ترارها يو نسك وينين تيسة يبهدلك علماء من اللغة أن ترارها هيو وذا دهنا يكلوين هذا النسك نقاط فضي ستو إسكي إلالي لبضو وحكيني كران قالم يكيني كران لبضو با آياتين كانت نبحكو جين كران قالم حيا لي إلا قرصدو أو لحقر علوم مسلمين طورنا سيقود لو حقروا وقالم دين كان لغة بحايا لأن علوم حسوه قلايا نبي محمد با أبوة صحابة با سوه قليس وهاليس مركز تحقير العلماء استخفام جملة وقالم نسكو الله قطعه بعد ما تبين أنا وام حي قال لي ما يكيني سهل سوي وين لسكي لالي الله بضابة أركان لسكي لالي ما أدري شو الدوق ما الحذية ولا الردين محاضرة الله قباري من بركة الله يستاجي ولا أوبتين أنت حق العدين كرا العدين هي حق اللي قادم هي
حديث كان النسائي باصوصر أسقونا روايه لكن احمد وعند النسائي وحاكو يمد فلبى علي فلبى علي واصحابه علي كل ما هين اصغي حرت لسعتي علمي كقادني سو دنبا وحي والحدين حج عمره بالعمره فلم يناهم عثمان عثمان مكو اركين علي نسك كو دغن رجيسن راعين فروق قاضي فروق قاضي موسى دين جوجي ما امريكا خلاف ايسن بدوله دتو كو بحيسان بوغان كانو قاتيب كور امنيسن waxaa ku filay go'aan ka wuxuu ku yimid go'aankii Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) hawshii laga soo gurin jiray sayidkiina Sheekh Maxamed Cali qablan oo kala weeyay maanta lama adimi karo hawlahaas oo iska falsafan u maaynaya ay sayidka ku durayaan ama ay dadka raay uga dalayhi waxa kala dhici karta sayidku inuu tijaabinayay dadka iimaankooda iyo diinkooda ay ugu dhagan yihiin maanta ninki aadama ama bari aroortiis ninki aadama anoo asagoon ii sheegin aadam ku dhufta wuxuu joobay buusid ku diba la yiri wuxuu joobay ninka xujuban ma lagu sameen jiray buuciisa lagu gun jiray oo shawad garatay salaad suuxma ka dilacday buu sheekh maxamed cali qablan aadan iska istaagay ku dhuftay sidii kooso wiiste wala tukaday markii la salaad laga baxay buu sheekh maxamud uu kaale yaa ku amrayna aadan tu sidii xur amarkaada amar ba ka horeeyay sidii amarkaada he أمر باكور معجزة أمر كذا كي الله كهريوي ها وات في عن طيب هذا هو الحجة بحري أرض أنت قال أمرك عبستي دقائق ويدو وسيدك أمرك هيلفا وقاضي يعني تجابة واساس اللوس وقرشة يسي ودون إذا وحياة بدون صلى هين أي سيد كله تيري المجاهد الكبير من علماء وعالم وفقيها وأفتهن وأديب ونن رجيدة وحنسو برنان كتالو أن صومالي اللي هي لينين هذا كورن أن لقينا ندبنا اللي هو هذاك تايبوها بركو حياة بدون نصلى هين بالوتيريا سي اسمع هذا اللي قد له بالاش الله قرفه وحن صلى هين وبدن بيقالوا يا منافقين تو يين تدين كن عبا اللي ان تاريخ إنه مو قرن قالا إنه قرته تاريخ إنه مو قرن قالا إنه قرته وحين يوم بيرسون ما نسكوا ولا عنا عنوفتم بشكو هاي رينا وعن كور قمنا واسكيريا اسكيريا لي وحاس سجى بركو حاوي إن لا يدان أمر كذا إيه هو شذا وحكوه رأي أمر كنا محمد بن عثمان أطلع مرك كمر ريبي كرو علي يرجع الله سعده وشو مدي ذكر ومد ذكر رواية مروان من حكاية وحكوتي من وسيدا كعب شهيد عثمان وعلي وعند البخاري عند البخاري كن شنبق اللي إحنا صدق كفيري رواية حكى مسلم مسلم موسى كيرين شهيد عثمان وعلي بان يان جوبجوك أها وعثمان ينها عن المطع عثمان ومضى ومطع على كريبة هاي يعني عمر ذا هو الرئيس كدي من حاجة للضبط دقيه وأن يجمع بينهم ما ينلا سكوت دارو دي ذي فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة أي فقال علي ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد بول ما كل اللي محاصد محلامير كو خلاف إسا سنة ذي وضد عضاتي النبي محمد قف بنا آدم أنتم دون ما لا أكاد إريجي سي يقوان كيس أوقات ما يبو إذن قضية سو قضية صعوتة مركا اجتهاد إسكار دعية عثمان يو عمر بوها لكن الحق مع أبي بكر ومن وافقه والنبي وهو شو عدي أساسا صانا الساعة وأنا قصة عمر إريجي سيدنا عمر كد عوضيو حدور ذاك التأويل كيس أو رجري رأي قدام بيسي وأن أوقع هو شو إنه سيداته ولكني كريتو أن يظلوا معرسين بهن في الأراكي ثم يروحون في الحج تقطر الرسوم أنك زوم الرئينا من باب سد الدراي الناس كأي سنديد دنين سندنا أي سن سماقة يولك أي سن وخلافين ويكبقين عمد أقون تدران إن مركز سندي الدين كأقون إنه يكون في النوبانو قاب كلا يوقع تن سندي شريعة دي. وحدثنا سعيد المنصور وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب قالوا جماعة حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمى سليمان بن مهران عن إبراهيم ابن يزيد من شريك التيمي عن أبي يزيد من شريك التيمي عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه قال حر الصحابي قاس كانت المتعة أي التمتع تمتع حجة إن حج لهر عمر لهر مريصات هذا حج دام بقى كدمنا لوحجيو حج كانت المتعة في الحج حج كان إلا تمتعوا لأصحاب محمد بوها خاصة سجونة أصحاب تنين محمد كلية الله فصحي يقولوا كو آيد حكم عام معها حكم مضى برا ودحية ما هي وحكم كوها أصحاب تنين محمد بوري أبي ذر أنا سراعين روايات كيس إمامكم
وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن عياش بن عمرو العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه أبيه يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر قال كانت لنا رخصة كانت لنا أنك نوأهيت رخصة أي فصح إذن خاص وأنه أن لهين بأهيت إذن خاص والنبي قال أنك نسيي بلا حج كأن عمره يسنو عمره ما كان بمين كذبنا أن حج حرانو هاوش أنك رخصة لوك رخصة يقونا أهيت إنت إنك الله يديما أقلو يعني وحوجي ذا المتعة في الحج مؤجدة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن فضيل ابن غزوان الضبي عن زبيد ابن الحارث اليامي عن إبراهيم ابن يزيد التيمي عن أبيه أبي يزيد ابن شريك التيمي قال قال أبو ذر وحيلي مركله لا تصلح المتعتان لما متعة ما بنان أما مصوب بطه وحلو قل يا إماه إلا لنا خاصة أنك أنمويين متعة النساء وكتاب النكاح نقول من دونته هي متعة الحج اللي بدأ بأن نقوم بين نص وبطين نوب بنان تاي ويعد كل الله ما أقوله يعني وحوج إذا لبدا متعة متعة النساء ومتعة الحج هري قاس يا حديث قاس أبو ذر حقفل كلية نبي محمد بهوشة كادي ذي بقفل نبي قال رديي وإنك سومر الحديث كده رأي جابر حديث كأنس رواية سوى صور متقيمة وإيمان دونتا نبي محمد متعة الحج هذا أن نصمين العمر صوحر أني كدمنا أن حج كدم بيسين أما أنت حج هرمريني أن أبدل عمره عمره دي مركان رمين هذا حج لبعض أن حرني وهو شو سأي كل ماتي ما عندك خاص نوت هذا صحابة النهاي هي السنة كان مسوى لأبد الأبد مسوى ولد إلى قيام الساعة محمد نبي قصوا جواب بل لأبد الأبد إذن حبتك وحوري وحابد الخفر اللي قلت جوابه ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم ورنتي نبي محمد باوشا كجوابي اسمه تيس يا أبو ذر قل عام وحوت تقليدية وقل راعيون وذا دي صحابة ووناء يا أبو بكر عفوا عمري عثمان عمري عثمان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان ابن بشر عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي عبد الرحمن بن الشعثاء دانا هاي وحنوت جاي أم بوقضي إبراهيم النخع الفقيه وإبراهيم التيمي اللي بدأ وذات وتابعينه فقلت وحان كوري إني أنا وأهم وحان دونية أهم وحان دونية أن أجمع أنا سكوت دارون كل مئة العمرة والحج العام سنة كنا سجع سنة كذا إنه تشوجنو إن العمرة يستو كدبنا أن حجيا دونية محد كليدي فقال إبراهيم النخع وحوي لكن أبوك أبها أبو الشعثاء أبو الشعثاء وسليم بن أسود اللي المحارب قرن إيسان تابعي قيمة بنا لكن أبوك أبها لم يكن ما هين ليهم بذلك أرنك من دونه أبو محمدون إيسان عمري حج سكدرت السنة كذا أبو حجده قل عمري إيسان كدبنا ما لم حجك حاجة حرطه ها أبها وهدك الشيخ سنة كان وينا سامي الهين بيده أبها قرن مر رجع زوجه مر كانوا قليل إن عمري حج للي ما دفع أشهر الحج بكجري. قال قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان بن بشر الأحمسي عن إبراهيم التيمي عن أبيه إبراهيم التيمي وذا أبيه ما يسمى يزيد من الشريك التيمي أنه مر بأبي ذر وطريق لبات أبي ذر بوصومبر وذا أتكاس يزيد من الشريك التيمي بالربدا ميش اللي جاء ربدا وميل مدينة ككر ريسو مركا واقدا بؤود دقو تولاء هيدو أبو ذر دقان كدق تيو عثمان وقيي مركي حقوق دور قرأي مسائل سكوك قبتين سكوك الرفادين يكبغين بلشدو يكوير في النودو أما خلاف قاس بخالة كان الله أركو مركو حور بلان كان نصني أدو تولادة دقنو أوشن عاصمة دانا بل كير فقو أبو ذر فذكر وماش قول انتو واقع دنبالو وحبا لسحابي فذكر له ذلك أرن كاسو أشيغي إبراهيم التيمي يعني يزيد من شريك التيمي أي أرن كاسو أشيغي فقال وحور إن العمر يسنكرو بلا حجك وعمر الله هرمر ينكرو فقال وحور أبو ذر إنما كان لنا خاصة دونكم هوشا التمتع في الحج أنك يقول نو أهيد إذنك السكودين إذنك الذي ما أقوله أنكم بندلو أقول يا مثلا مركا هو مخالف لأصل الدين الله سبحانه محي أحكامتها إن مسلمين تؤكسميهين حكمك شرعي كيما دا مسلمين تؤلم بقرد حيا كاسا أصلا إلى نبي قرن هوشا هبل بيقون كتاي هوشا هبل بيقون كتاي سيدا صحابة قاركود أحكام لغو خاصي أصل قوة متك متك الله بعضنا الناس كنا بقى خلاص انتهايو دي إن خاص لك قديكو صحابة أما السنة كاس قول النبي يقولي
بل وعامة للمسلمين إلى أبد الأبد. وحدثنا سعيد منصور بن أبي عمر جميعا عن الفزاري. فزاري وأنك أدن به مرام معاوية الفزاري بل لوجه إسحاق الفزاري ما هو حلو جيده. جميعا عن الفزاري قال سعيد سوي حول المنصور مكو حدك التبيني فزاري مرد هنا وحول. حدثنا مروان بن عاوية الفزاري أخبرنا سليمان التيمي سليمان الطرخان التيمي عن غنيم بن قيس المازني قال سألت سعد مقاس بان ويدي عن المتعة أي متعة الحج بان ويدي تمتع في الحج فقال وحول سعد مقاس الزهري نبي قرر يبتقي فعلناها وأن الصميني أي الاعتمار في الحج أي الاعتمار في الحج أي العمرة في أشهر الحج فعلناها وأن صمينا إن بلا حج كل عمر يستو وهذا كان يومئذ مال كان كافر وقال يهاي بالعرس بالعرش تولين كما كوجوجي داشش كذا يعني وحوجد عرش كوضع جمع عريش ويه بيوت مكة وجيدا سيدنا معاوية بن أبي سفيان وأقدموا مدحيناها أها وحوت تقليدين جن رأي عثمان بن عفان يا عمر بتقليدين جرويو إن بلا حج جدوه ذا شوال إيو سيد التالي عرفوا لعمر يستو ديد جري سعد وقاص بهوش لو يدي وحيلي بلا حج إلا عمر يستو ويدي عجت وانا يسمين جري نين كان هذا مد وديها يو قال أبو سو قال أنا هوش نسمين جري عجي ذا سيد رام عاوي لبعو حو إسلامي سنة كسيد هذا جل وقرن إنسان عمرضاً ذي القعدة قرمي دعضي حديبية سنة كي تضباد تي كدن بيسينا تي سيدي هذا وبلو ويسيئة إذن إدمات كيسي عفواً مركو حولي كونو آن إسلام يعني عمرة الحديبية لن نمدي عمرة القضاء واللحادي تضباد أها أما اللحادي تضباد سيدي هذا هل سنة قديس كو أهدو لبي طنب القدود فعلناها أي العمرة في أشهر الحج باللوجة الله سعد هذا ما هي الحج وذا عدم مسحاب واسع ذي ومسلم أبو معاوي هنا تفان دم الربع وهذا سحاب كان هذا الله يمد وديد هينا كافر مشرك بؤها بالعرش داشش كأيو قريها مكبر يعني بيوت مكة سقوا الجودة من وجه ذا عمرة الحديبية وعمرة القضاء وكوذا بحمر كهلك لقى قاتي مركا قاركود وحى صوم مرتود كتوبة كين تي مركا صنا بقرا مرت إلا وحنا وشين كرا هذا الجاهل ومشركة إن هوش إن شمين جري إسكفر رسالة قدي مركل وكروا لكن مرك أدان أدان هوش أدان صنا خلاف إن هول هروت كسر توبة كين تلو وقن تشيريو ما بنانو لأنه حين نقول إذا مركا محيسو بدلي حم بين نقول يغيب نقول إذا لكن هذا محي وغيبة لمصلحة دينية روح مركز صنع خلافي إن الوحن وشيل اللي هو يسيو هاوشو كدك دق هاي هرتا جاي هاي إن هرتيب اللي جدي هاي ووسوق يا هاي إن هذا السر ركس ذات صور ضي وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان يعني ابن طرخان التيمي بهذا الإسناد سنة كذا مرة يسونه عن غنيم بن قيس سألت عن مقاس هذا نسوم مرة مركة سيدنا علي يا أصحاب سور الدي سيدنا عثمان كون الديدي كان يلي واي إن يسون هذا بال مرام خلافات وحكى الله أركيسان سيدنا سعد مقاس الزهري فارس الإسلام أديدا وراميه أديدا إلا خلافه سنة النبي محمد وحتى إسكال الله تسي صحابي قيام بناي معاوية ويني وأجان هوشة سمين جري وثر عليه زي ولا شو بتجري وإن شاء الله طلعت ولا شو بتجري أوشان نبي محمد وتاجم بانو سمين جري أذو قالوا مشرق ونبي قال الله تعالى معي أي دين تنكون رقم جم كذا عندهم أنتم نوديديس وهذا العلوس وي دعنا من كذي عثمان هوشة وين نافتهاد ويكتكت وقال في الرواية وذات كان دم يحيى الرواية سحوكيري يعني معاوية يعني معاوية وهذا إشارة ده وهذا يومئذ كافر وحجدا معاوية بن أبي سفيان بوكودة وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد عبد الله الزبيري حدثنا سفيان يعني ابن سعيد ابن سعيد وين سفيان ابن سعيد هيبة الراجحة وحدثني محمد بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا شعبة عن جميع سوى الجرى سفيان شعبة عن سليمان بن طرخان التيمي بهذا الإسناد سنة كذا ثم رئيسين وشعبة بعوها دي عن وحكى قدنا يا حديدك عفو حرب سليمان طرخان التيمي حكى قدنا يا نيك الأورنجري غني من قيس المازي عن سعد بن وقاص بهذا الإسناد سنة كان وكلوك التبية والتبنية فذكر وحوش وذات كان ضمبي مثل حديثهما
فذكر مثل حديثهما. شعبة وجيدة شعبة وحشقي مثل حديث مروان المعاوية الفزاري وحديث يحمل سعيد القطان عن سليمان وطرخان التيمي. طيب متابع شعبة عن سليمان، مروان معاوية عن سليمان، سعيد يحمل سعيد القطان عن سليمان أساس وجيدة. وفي حديث السفيان، حديث السفيان هو روح كجرة المطعة في الحج، المطعة المطعة طبعا إيدغان، لكن سيدغ في عن وحاوي سألت سعن وقاس عن المطعة ذهري دبتها لنت، سألت سعن وقاس بان ويدر عن المطعة في الحج، نقول حكو قاب صديق ومروان عن المطعة في الحج مرة عيني رواية دي يحمل سعيد القطان نواسدها السوكة لأنه عن المطعة بس يكون قاب صديق، لكن رواية دا سفيان الثوري عن سليمان طرهان التيمي أيضا ما حيتري عن المتعة في الحج سعن وقاس وحان ويدي المتعة مطلقا ما هين متعة الحج بان ويدي ما ويدين المتعة في النساء متعة النساء. أي سألت سعيدا سعدا عن المتعة في الحج. حدثنا زين محرب قال حدثنا إسماعيل إبراهيم بن علي أبو أوضة حدثنا الجريري واسمه سعيد ابن إياس الجريري واتقرنا سننك إمامك جبل كحافتك عن أبي العلاء واسمه يزيد ابن عبد الله أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير ومطرف ولا الكيوي عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أمرك مطرف يا أبو العلاء ولا لو رواية أخ عن أخي بلوجدة قال وحول مطرف قال لي عمران بن حصين الخزاعي وحول يقول إني أروى هدانا هاي عمران لو حدثك بالحديث اليوم ما أنت حديث بانكوشيك هيا ينفعك الله به بعد اليوم ما أنت كذب ربك وأنفعه دونه حديث إيه شيء كان كل شيء دونه هذا كذب أضرب حسن دونه وآي دونته كو وعلم محاذا قالت أنا رسول الله رسول كيلا صلى الله عليه وسلم قد أعمر إنه عمريسي في أشهر الحج بوجهة طائفة كوحو من أهل ريركيسا في العشر عشر ذي الحجة طبعا كذي الحجوب بالله باتي يؤهل كيسي قيبك من النبي يري عمريستا كذب نحاجية هذا واسد عائشة أمري واسد فاطمة أمري واسد هو يمكن أمهات المؤمنين وحن عائشة كان أوفري واسد يسحب أبطناي لكن عمران محمد مقعابا يا أهل البيت كيس خاص كحوم مقعابا نبي محمد وحلقوية قالنا شيء وناقة وحوقه هرمرين جري إنه أهل كيس كب اللابة حمانتنا وحوقه هرمرين جري ومضان أقدر رأينا وكفي جامع وقدقوا أهل كيس وأنذر عشيرتك الأقربين وكيكب الله بالربدي اللبابين هي يديق العفين هي ورنب وكب الله بي دماغي ري بني عبد المطلب الربط وكيكسوا بالله بي مرك هذي متعة الحج حنت هاي وإن في عينين نبي قم مفرين آل بيت كيسي إن لي سحابك عمران بن حسين قد عمر طائفة كوحب النبي عمريست كوي من أهل أهل كيسا في العشر طبان كذي الحج هذا مرة سيدات هاي ونبي اسكده أمد كلي قودي أهل كيس خاص وفرج ري فلم تنزل آية تنسخ ذلك آيات قرآن وحكم كنبي النسخ مسود بن بور ولم ينهى عنه نبي ومد كمر من حتى مضى لوجهه إلى نبي حجابته ونبي قيريودي حتى مضى إلى ودقاقين لوجهه يعني هكا نص عن وجهه حق يا قيري يأجل كل نفس ذائقة الموت مرض سيدات آياتنا إسن سودك نعم محمد ومد أستنكرر أسونا السمي سجود سيقارهان ومد أوفري ارتاء واجد محو أركيب وكل أمر ينقف كستا بعد أنت كذب ما شاء أن يرتأي وحوضوني لقو مرات وحين تكدم بي نوال بوحوضون وحسن لقو منو اسكسا مي حقوق ذا الحورة هيا وقود الحورة هيا سيدنا عمر سيدنا عمر إيه واسقا بالله وشاس ارتاء وحلقوا مرات كل مريم قف بعد انت كذب بعد الرسول الله قران مسود دين ريبي نبي قوم مد كم ريبي ومد فري اهل البيت كيسب فري ما شاء وحضور ان يرتقي ان لقوا مرات من الراي لا من الرؤيه. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم ومحمد حاتم كلاهما عن وكيع عن سفيان الثوري عن الجريري سعيد في هذا الاسناد سند كني كوريين عدد مريسين جريري عن ابي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين. وقال ابن أبي حاتم حوري في روايته ارتأى رجل نبا وحو أركي برأيه لقمنا شيزة ما شاء وحو الضنيب أركي ومد إلودي ذو عمرضة في أشهر الحج يعني إن كان وحو كوضا وجيدا عمر رضي الله تعالى عنه.
وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي أبينا ومعاذ بن معاذ العنبري حدثنا شعبة شعبة مركضنا أصونا متابعين سفيان الثوري عن الجريري ورانا ونصوم الري إبراهيم العلي عن الجريري عن حميد بن هلال الأنصاري عن مطرف بن عبد الله مرك حميد بن هلال نحن متابعين يا أبي العلاء عن مطرف قال وحول مطرف قال لي عمران بن حسين عمران حسين يقول أحدثك حديثا قصة كوشيقي عسى الله ربي أمضيهاي أمر لقياب أن ينفعك به نكوك وأنفعك ودي فيه وضب حسد الدينية حق الدين هاني كو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة نبي محمد حج عمره كل مية اسكدر اسكول راي قراء قارن بوناها ثم انت كذب لم ينهى عنه مدى كمره بن جمع قاس حتى مات إلى حجاب تصوبنه ولم ينزل مسود فيه في الجمع قرآن كمسود يحرمه مدى أودي ذو كحرمه انت وحادير مناقب أن لا يسجون أنا وانكوشي بوري إنا ندك دقايا أنا هاي أوحوه بالشيقي وقد كان يسلم علي ولي سلام جر الملائك بسلام جر السحاب كان عمران حسين ودكتي ترجمة ليس حنون كان أطقانا بواسير تام قرمال إذا اللي هذا يا كل عيادو دي بجري وانا أصبر جري حنون كوز كود سكمة داوين جري فروه كقاضي ملائك تام مركز أسوأ من دينا نحس على ستة وسلام جرت السلام عليك يا عمران ملائكة الرب العالمين بسلام جرت صبر كيسية توكل كيسية انتو اللي يجي بيبوغين واجد دنبال وقوق القائلين اسقبوا اسداويه وباشا ويقول بتوحال اسكداوي ابن زياد ومركب مدينة أميركا أبانا أمرك بحيوه فري نخترنا أصوات دري هاوشي بويالي ملايك تواصلان تكا قوصت متوكل هل كان إمام كجوغا دا هيا وتوكل بسبوعي تقول كيسو أفكا مرة هيا محاك بدا كوغلي سلان تبكا قوصتي إذن توكل كيسيبا ميشو مرة هيا هوز وقدع سلان تبكا قوصتين تيبو كهالله وقد كان يسلم علي ولا إسلام جل ملاك بأي إسلام حتى اكتويت إلى نسقبيه إلى أن تنزل تتاويي أنا ما ظن إسكالد علي ملاك بأي إسلام جرتي فتركت ولقيت وصلت ولا يقصتيه ثم تركت الكي إسداوينتي جبنين كمان أنا إسكالد فعاد صلانتي بأيس والله بطيب مركن هو شو تشوي أن هوله يجي الله تلا صارت أن كل أبطي حنون كنا نقص صبر قرمان فراح كقاضي بأيس والله بطيب صلانتي دي مرحبا يقول شيء يا نين كان تابع وحور ربا يوم هذا الكوسن فضاي سن لو شيء وحنا نهبين مش شيء هاي السنة ده قرر مرن بولي انت هذا وداد رأيي قاد قاطو نبي محمد قرر مرن هذا الكيس وحدثنا محمد صنع البشر وداد كهدو مركو آخرين ما تسوي حو تأوي شذي أما قيل وكدك تأسق الشيء عن دون أدم حيث دعوون مش كل ذلك سكت أنت سيدنا عمر عثمان هدو وضيد إله أنه وحنا إن أمري وخلفاء نهين بلشوا بدون الملايين المسؤولين هاي إن علماء صنادى قرن يعامو أن ترادوا وحن وحن وحبنان يوحن بان سكو قبنا هنا وان مسؤول بانو كاهي إن وحخريبان وان نكبقني كلفوية النيري دب كلامنا الربين صنادى النبي قال وان عجين الله هدي وركا يوكاس إن لو عدت الله غيابا لكن هذا ماذا حكوسا إيه صنادى النبي قال يكوع عبد هاي عمر يسكتب يستقبل عثمان نبي محمد دخلافه ما حد يحجوني قرط هذا معينه مين أورك يكوع عدا نوريا ها الله ويا عدات محاد أبو ده كذا بدون تمحده رسول كي يسون ديز مين كوع عدانين أول جوشين أن سحب كود تبينين هذا قيل مريه هذا هو شواد كانيسا مركا وده ده نوعد الدار ها سنة النبي محمد نفرق قبصه عليه الصلاة والسلام وحدثنا محمد مثنى وبشر بن دار قال حدثنا محمد جعفر غندر حدنا شعب الحجاج عن حميد بن هلال العدوي الأنصاري حق حلفه قال وحد حميد سمعت مطرفا بان مقلي رواية نحوس عليا التصريح بالسماع بكجرة قال لي عمران بن حسين حولي بمثل حديث معاذ بوشيغي معاذ العنبري عن شعبة أيوم مركب وريه وذات كان غندر هذا التبيي وحدثنا وحكى لحدك أنه التبيي محمد مثنى وان بشار محمد بشار بندار قال المثنى سو في روايته حدثنا محمد جعفر عن شعب عن قتاده مسلم وحوي الروايه حكم مرن كجرو ادنبيسي رواياتكي حميد اما مطرف روايه سو ادنبيسي او روايه قتاده نجيده مرك روايه روايه رسول مرواركيسن مطرف حكى سو بلابان في الهيا روايه مطرف حين سو بلابتي جريري عن ابي العلاء عن مطرف وحكى حجي
سفيان عن الجريري باكو حقي هدنا شعب عن حميد عن مطرف باكو حقي وحصومر هدنا شعب عن حميد كذب هذا شعب عن قتادة كاني قال بوكي أيوة لوجي رواية شعب عن قتادة إنا يتاي من أصحي الروايات أيتاي هذا الكتير درت بوكي حدنا محمد جعفر غندر عن شعب الحجاج عن قتادة عن مطرف قال وحول وداد كاس مطرف بن عبد الله من الشخيرة بعث إلي عمران الحسين عمران الحسين بايس وفرين دري في مرضه الذي توفي فيه في مرضه الذي توفي فيه حنونك أجري وذا وكل أنت وسنكك حين أي فرين إسودر إيه موجود فقال وحور إني كنت محدثك بأحاديث أروح عن ربيب رأينا كوشة أحاديث دورة رواية مسلم منا ولا في صحيح البخاري حديث كان مكان مرة هيان هل كان قصة بشر شيغان وآه عمرة الحج أما العمرة في أشهر الحج بشر شيغان أحاديثنا دواء جمع واركتان جمع وي قصوين كلي وسحابك وأشيغي أرضي ستابعك ما يسن سوى التبنين أحمد باسوري أصور لما يسترن لباتنكن هل بغل صدن يتضبر رقم كحديث كثيرين كتا لباتنكن هل بغل صدن يتضبر إنه شيغي دون رواية أحمد ولما يسترن ورتبال أنت مسلمين دمين لعل الله ربي وحلقه مضيه ان ينفعك بها احاديث انه كو انفع بعدي اني قداشي مركان غيريودن حجابته وركان ما انت كو كو تبيي ربي انه كو انفع لغا يابا اي غدغيس فان عشت هذا مولاته اي قدنبيسو عفوا فان عشت انا ودان حنون كان كعاب ورادا ان كو جيرو فكتم عني قريب الاحاديث تاس حيسن في مكه انه عمران با امته هل جبني ان لا ورنني اي قريب هوش حج حج وإن مت هدان جيريودنا فحدث بها إن شئت أمد جارسو عمران بان كفر دي وركي ساسغان دبني سكا قاطي نبي محمد مولاي إيجت بيي وركات سيغي سان يلي ما يد إنه قد سلم علي وعلي سلام جري وري شاني سلام بي ملاكتي سلام جرتي وعلم أغو أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمر وحاد أغاتا نبي محمد اسكدري جري حج وعمر ثم انت كذب بعدما نبي اسكدري حج وعمره في اشهر الحج واسكدري اذا مدو صحابه امري يمدو سميه نبي هو سميه سو قارنا صحابنا وافري ولي هو ادب ولا دغالم وقت غرنيس و نبي صحابه قابك ولا هذا ثم انت كذب لم ينزل مسود دقن فيها في الجمع اما في العمره في اشهر الحج مسود دقن كتاب الله كتاب ربكم مسود دقن ولم ينه عنها نبي الله نبي له مده كما ريب قال رجل لكن قال رجل وي فقال الرجل نبا وحوري فيها في العمرة في أشهر الحج برأيه أصلا لقوا مناجيز ما شاء وحضونه عمر بن أجي إذا مركا أكد أدور حليا صدع قصو صدع الرموض مهمة أيو النبي كسو قوري عمران بن حسين مركو السحابي كان تابع حديثه التبني مطرفة تقول الحوري واعلم أن خير عباد الله يوم القيامة الحمادون واعلم أن خير عباد الله يوم القيامة حمادون الحمادون وحدو قالتا ما لنها قيام أدو مدى إلهي كوا أخير بدنا أولا أكسا وحاوي ضدك مواقي أدونك تشوقي إلهي إن بدا كم هذين جري ويحكو دعبا الحمد لله ما هذا قال لي والله خير والله في عاية وابوحنا وادرك سناي ضدك إلهي هذا يقول كم هذين شيئين جري إن بلا يشيق هين ضدك هاسا آخر أو خير بدن ومسألة مهمة واعلم وحدك لو قاد انه لن تزال طائفه من اهل الاسلام يقاتلون على الحق لا يضر ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتلوا الدجال وحدك لو قاد امه مسلم كان لغا واي ما يكوح ايو ارور اي قيب اي كميد هو حق اتاغن كو دغالما او حق سدك ديدن له كو هلغما الى واغ ادن بيس الدجال يعيدن كسا لا دغالما واعلم أن رسول الله قد اعتمر في أشهر الحج تدعى مسلو كو آخر أضمه وحاو خير من إلهي أكتيزة ضدك إلهي كما هتشيكته إن ربكم ما هذية لب يدي فحي قبام با الله كما هتشيكته مد الله بات طائفة مسلمين تكمدة وحق أهي لسكونة تاغن كونة هلقن تلما وايه إلى أدونك لقربي مد صدحات هذا قلتا نبي محمد أنه عمريستي بلا حج قدوه هذا حج عمر إسرائيل صحابة أوفري وأقدم بنا وذات وحول لقم من هذه أيها سوكر لي أقول في النوبي صدح لا مسؤول الشيء أحاديث الشيء صدح لا حديث وي صدح قصود حديثكم ما كفى فاسن وايدين شيء مرجعة طيب ومن أحالك فقد أسندك على الليل أما من أسندك فقد أحالك طيب
حديث كان مركا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني أي وحوش جاي حديث كان شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين الخزاعي إنه صن صحيح هاي بوشيغي إنه صن صحيح هاي يوشيغي وحوشي حديث شعبة عن حميد هو في رصدها حديث شعبة عن حميد ولو الرواية ده هورية صمرتين رواية ده هورية صمرتين عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن حميد عن مطرفة صمرتين وحكو حكتي غندر عن شعبة عن حميد عن مطرف وحور وعلم وحور حديث شعبة عن حميد بن هلال وصحيح حديث صحيح أبو وأما حديث قتادة ورواية هذا الهيسان وأما حديث قتادة فإنما رواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة لا عن شعبة ولم يروه فيما أعلم عن شعبة غير بقية سيدا سجيري حمر ربعين إلى هذا حديث كان شعبة عن قتادة سيدا وحاكو ولي كلية بقي بن وليد بقي بن وليد كلية إذا عن شعبة عن قتادة عن مطرف وحاكو الله قدر تادة هذا غندر بايلي غندر عن شعبة عن قتادة عن مطرف غندر وحام متابعي سيدا الدار قدن الشيغي بقية إن الوليد عن شعبة عن قتادة عن مطرف إذن رواية بحولية مركز صحيحة ما أها محاحتك الغوية قانا وحالغوية قانا إلا إذا هذا عن سعيد بن عروبة غندر عن سعيد محمد جعفر غندر عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف وهي إن شعبة ماشى لسوق ليه وخطأ وحالته فردين لسوق ليه شعبة ماشى لك إذا هذا محمد جعفر عن قتادة عن شعبة عن قتادة إلا إذا هذا بقية كلي رواية مركب بقية محمد جعفر وحد قدرته رواية النسائي في سننه واحتج بها أو خالد بن حارث الهجيمي عن شعب عن قتادة عن مطرف مركب ورقه وش يا دار قدني أور بلا شوي أور بلا شوي صد حافظ بايسكر رعي حديثك إنه يعني عن شعب عن قتادة عن مطرف ورقه أولي ولا أعلم وحوري في إلا بقية عن شعب عن قتادنا ومركب وح حسوستي النسائي بايكو قرنت هاي النسائي مركز هذا استطبع كيمد وهذا عن قيمة بدن الله هاي احتج به النسائي من طريق خالد بن حارث الهجيمي عن شعبة عن قتادة عن مطرف مسلم احتج به عن محمد جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف أسجد دار قدنا وحين قدري إن جرت الرواية بقية عن شعبة عن قتادة عن مطرف ورواية حافظين وخالد يغندر مع متابعة بقية وحخلاف سنة ما بجربها وحخلاف سنة ما تشيره مركز سيدة الله ودقه أما محمد جعفر غندر وأرضه خاصة وأثبت الناس في شعبة إنه شيخ سيلا لا حديث كحفظيه ومن نوية شعبة عن حميد من نوية شعبة عن قتادة وغير مستبعد وحلفوا يا الله إنكرك رماها إنه حفظينا وحعضينا يلبوا وضبا بكل رعيبة من نوى خالد من حارث الوجه من نوى بقية مركا حقيقة توهين كيما انا يتقدي هذا مركا حقوق دق دق بحكم كاكوجر على اي حال قول النسائي ومسلم اي اكتنا ارجح من نقد ابي الحسن الدارقطني حدثنا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس بن اسحاق السبيعي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه روايته كل شيء واطن روايته له وحديثه حوان كي هي سعيد طيب واتن عن سيدنا عروة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين قال وحوري اعلم اقو اردقيسي مطرف بالله الله اياه ان رسول الله جمع بين حج وعمرة قارنة وفعلا اما قول الصحابة بامرين يتمطعان ثم لم ينزل مسود فيها اي في العمرة اما في الجمع بين العمرة والحج كتاب كتاب قران النديدية كتاب قران الدين لواي نبي محمد نمر بن امتك ولم ينهنا عنهما رسول الله رسول الله إنك مرهبين إنا نسكت الدرع عمري حج ثم قال فيها رجل برأيه ما شاء أبوك كدب انت كدب نمبا وحي لقم مرأي أسوه كوش تيادة لي يميد لقنا لقيسان ما يؤجي ده إذن صحابه حتكو أركي ساتين سنان يحضو عداته سيو البي وداتكو حرمين يا أمو قدرين يا ويتلمام يا إنو خلدين يا سنان أو خلاف أيوه مركا فتقر لي يبوق يفدنا أن كعينين ومدنا نسكور كينين وإنك سومر رأي وموسى الأشعري ولسو عمر يقول سوغا رجع نفط وين جريه وسوغا
أمير كبا وهول بدلها لا يجري كي لا ضوضي يجري محاضو بدلها يسوى أقطع هنا صايز عروح عن كبا قينا وحكل خريبان مويين سنة دوان أقع إذا أبو موسى الله صوت ضوضي عمر علي وحال ضوضي عفوا عثمان وحال ضوضي علي وحكل عمر إسكال لا شيء عمران حسين معاوية حفود قليه سعد بن وقاص الزهري ما قال الصحابة إن سنة نعم هذا كله هذا مية لاية لكن سيدنا كلباش ومدها لك لا في شيء ماها طيب مسائلكم درجة أولى درجة أولى ميزان بشيء قد جعله لكل شيء قدرة مسألة كست ميزان تيذا هي ميزان كإله ديان الله دافنين دن تقود يا رسول كان الله إله ليه سنة دانا يان لقورس يان لقورسنا الله هيليه مركو سو كيني كرتا وذات كينا ذا كحد قدبين حقنا سنة دا إله ليه لابد والله جمعين كره لكن إنك يقول سيرته وحمودة يا أنا لجمعين كرين مسائل كان كان لنا ومسائلك أما اجتهادك كفران يا هاي أما خلافك سائغ وكفران يا هاي حكوا جرى صحابته إن كان نقاش جرين المسائل الاجتهادية كان نقاش جرين مسائلك خلافك وكجرى فيما يسوق فيه الخلاف أحقنا أي مركو حق عداده عدنا أيسن وحيرين جرين أيسن وقت تجينين باكو جرته ونسكوا دو عدد بعد المناظرة نسكا إن لو خذوا أي واجب ده حقنا آن بار لا قمرين ولا قل يحني وحدثني وحاكل حديث كي يتبع عفوا وحدثنا محمد مثنى حدثنا عبد السمد يعني ابن عبد الوارث بن سعيد حدثنا همام يعني ابن يحيى بن العوذي بن دينار قال حدثنا قتاده همام ومن اثبت الناس في قتاده كذلك سعيد بن عروه من اثبت الناس في قتاده كذلك شعبه سوى من الروايه سؤاد لوجع لي عن مطرف عن عمران بن حسين قال تمتعنا مع رسول الله رسول كان لجرن كيس أيان تمتعنو أن عمر يسنى بله حجك قدمنا أن عمر أدن بيسيني ولم ينزل فيه قرآن فيه القرآن قرآن كمسه دق النود دي ذي قال رجل برأيه ما شاء وحدثنيه حجاج بن الشاعر حجاج بن يوسف بن الحجاج الثقفي حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي حدثني محمد بن واسع الأزد أبو بكر الأزد الزاهد المجاهد الكبير نادو قيام بدون الله تعالى هو ترجمة فيها من الخيرات والبركات ما يعلم ما لا يعلمه إلا الله هذا الله أخري رق قيام بدون السلف إلهي كم من يستعلمك زهد عبادة خير ورنب الجمعي تراجمته ده الله أخري هل قفا إذا يستو وكي ورجل أحمد بن حنبل الحديث عن الصالحين وجند من جنود الله جند من جنود الله ذاتك الصالحين تعالوا خيرك رغم كوذي وناكوذ إن لقاك الشكي حو إيمانيتك كوك الرعية سيقول رقم ترين سيدا إلى وقع عبسن ترين سيدا سونا أقول رقم ترين مركا رجع غوش عقو عام بحي محمد بن واسع باكمدة الأزد أبو بكر الأزد البصري باكمدة قصوين بضم بأعان كويا بلقسو كوريا يعني هو حق إن عبادة بن الزاهد وعابدة حق إن مجاهد وغزاء دولان بضم بوها قتيبة مسلم حلو أمريكا هابو كدو لي تركيا وأقول فرن هاي اللي وجه هذا قليها تراكتا دول البيزنطي مركل الدمني marka muslimiintu iyo gaalada soo safteen baacidana la filin oo gaalada soo kordhay muslimiintu 10,000 meelaha ay noqdeen ama tirayr waxaysan ku talagelin ba soo fakaday xaqay ka soo duulen xaqay ka soo duulen muslimiintu la tuntun sada khatar la galay muslimiintu qotay wuxuu ilaahay hal baryo nimankana waa iska cil hoodan galayna waxay doonaa hadh caamal la rogmado ama la hal dhaqmo waa in fooda la galay laakiin ilaahay la baryo habeenko dhan ba la qunuudahay oo la tukay ilaahay la baryo waaga ku bidha salaadana waxa la isgalo ciidanka markuu safay oo hagaajiyay wuxuu riyaa maqan ciidanka waa la dhanyahay bal fiiriyo masaadkii wax ku jira nin ba warday wuxuu yaa amirul mu'miniin xuur maxamed waasac baa ku jira kaliyi oo farta taagahay ilaahay baryahay markaasuu qutay muslim xuur la asbuxu maxamed waasac ahabu ilayya min 30,000 cinan farta uu taagay ilaahay ku baryahay yaan ka jeclay maanta 30,000 oo faras oo dagaalka soo gashay صدق كون أو فردولية إن يسوع جرمدان وحقيقة قيمة بدن بور فرت وتاعها يو محن واسع لك إلهي بريا هي سبحانه وتعالى إن زاهدة وعابدة ومجاهدة وخير بدن بوها وآدي آد عيسى الله مستجاب دعوها مركو أجي هاي فرت أو تاعها وليس كذا فردهم حي ترى هذا كمانكم ويوم حنين إذا عجبتكم باب يا كذا عيسى وعجبه وكجلي كربة لكن حلي جاء الدريم يصير ضعيف تاي أحدنا الله إنه سوك بتبادين كارين إذا ربي ستو سكو ديبتو أما يجيب المضطر نينك فرت تاجن أوي هاي محمد واسع آد بوش على يستنيك أميركا وين النقطة هذه مقدار بقى وصل أحلى
قول أن لا فيلين باتمت غنيمه ترك مالك لوك طلب بحنوي كيس ديبين اللي تبيه هذا قيمة بدنبوها وحكم بذا وحواد النعبة وحواد النعبة إن من كبقر رضا إسلام كشيعاني إن من هذا في عنا مسلمين يكون ورا كامل إلا ما ندر وحواد النعبة إن لقى تهدية ذا تلوته من العلماء أما عابدة إن تقطع عاقلة إنه حكس وقاته وجائزية أبا الجدي رقالين التبين إن لودن تدير جري نما صاحبها هاي وأسنة تابعه ومالك دينار لورن جري يا مال أمير كبصرة حلو قيبين يوحك قاتل جوائز العلماء نسينا يا أو إن درجات كي رقيب تسر رجع أنك حرمين يا يحيوك سوقات محن واسع بام مقلين مال دينار ونن عابد وقيمة بدنا إنه حيوك سوقاتي ملحويني أمير كبصرة وو تجوعوري وحن مغلينا أميرك بصرمان تحوه وحنرو قيمنا وحكس وقاتي محاكو قدع حوري يا أبا بكر وحنكس وقاتي معن بران وعندنا مصينيني أضومان كسو إبي وان حوري يقول ساسا أنت صعقت الله العقد وان قاضي سوقا لا تجي أضوم مسلمين هوسكر لببان كسو إبي فحر فاعتقتم لوجه الله حوري شيطان ما مشاكو قلا هل سؤال بانكو يديني مالك دينارو نين كان أميركا انتو سن حوالها كسينين يمركو كسي يكدب لابد حالو اسكو ميزانو كي قلب قد اير نقول لها مانت تضع حكا قادانين يمرو حيو دهكو كودي بي يتقندي قلق دقاق دي حيوغو أضو مكسو قد دي يوحبان حوالي آتيري قلب قد ديبا ونقول هدية دو كهر يكدب كي بعض نعبايد نين كان أميركا حول إله دان كعب صدو مركوران نعبا هاد حقوق يردن قن هيابا وحول مركم محديش يجلس أي شيء دخل عليك ممكن حولها كوس وقال إنك أتك قاضي سو مارك تدب كي كو جيستي نين جائرة وفاجرة إن أقول نقول أتو قلب قاضي تشعل عليك كانين حولي وحبان حولي ده حقيقة دي مركوا هي هاي إيمانكم وما وقرأ في القلب إن أضحمان تنعباته وناقنا تشعلاته إيمانك وين مجره أهل الشرك يا أهل الشيط مع سيدة أهل الفسق يا أهل الكفر إن أضكهوته أهل الخير كان آتعاتي إيمانك وين مجره أوثق عرى الإيماني أوثق عرى الإيماني الحب في الله والبغض في الله التقوى ها هنا ماشاً بهدين لك أقلي مالك من دينار والعقتي يحولي محيش يجنبه مالك دينار درقينا طيحنا يما هاينا مكة لقاقر هلوي قرابي جرينا وحجري إنما مالك حمار بوري مالك دينار وحاط قدم وابضمير بانهي بوري وحن فهم أي المجرور إنما مالك حمار إنما يعبد الله سبحانه وتعالى مثل محمد بن واسع بوري إلهي ستوس وربطتك وعابدا ومحمد واسع أما أنو ضمير بانه وابقرن هاي معزن إيوه رقنك الساء ورنا ضمير بانه اسكوقي ريوام حيوام من أعلم الناس وأعرفهم بالله وأعبدهم بكجرا ما يقول لنا أخي تاريخي لكن هو منصفين نركوا أركين لقى قرها لي واش دي بي دمير بان هيبور نال أن وحي قجري بان خير كرها دي شيطان باكو رح فريسني إبليس وخاين مالي مالمها كميدا أيو دواقي وصاحبه وأصحابه وأصحابه قيل أقول فتا الضد كي يقول أردن مادين الله صاحب بضي أو يبو نكا معن واسع والقصو يعي جب اللي وحال محاكو قد عايزو دوك ما دوبنو سوما ارغ دالي يرو قران كبرنيس نيمان ماني كدون سوما هي هبين كي توكنيا سوما اركيس دانيدا جهاديسي في سبيل الله كبخاي و خوري ها انتو دوانكا ولكن افسدهم العجب بودي وحان ليه ددكي اسلام كان اركي جيري مانتا ما جوان قوله قران كي وا لا برتا وا لا سوما وا لا صلاه وا لا حجن هي وا لا جهاد قال ولا جب لكن ددكان اركي جيري ما دد خوري ني ول به انت يرى وسمي يبنانك الله يمني افسدهم العجب اسلوينا اسم هذين اسبوغد ثم دارينك حقوق قبطه وحور رباطك انو كبارده سيد وذاتك يقول الحمد لله كنت المسجد بإلهي إلهي وافتي كنت المسجد بإلهي وافتي نبا ما دو يتقادو ما شاء بنانك انو تانيكو قبط شو عبد النور بسوفي جيرو مليني بنانك اسو يقو قبط مركز وذاته هي الحمد لله إلهي وحيوه فتشيه وإيه سخري كنت المسجد
ونيروبي يو كسماي مقدشة أنا مسكين بان حرم ما شاء الله وحنو قاتل ولي هاي كنت المسجد بان لسي شو حوجي ذا كنت المسجد بان كم حاضري مسجد بلال بان وحان رباب ولكي كنت ركونا نكردك وذاتك عبدنا ويسوف في جيغ هذا البور وانا اسكر دقاقة حقا شاب انا اسكر دوك من هذا بره بلشدة عن كأوي حمق عيسى الشيخ من هاي كنت نسيد الحمد لله بإله وفتشي أضم حلو قضان لي ينور نسيون حوجة ده مرقب بلا أدم في عجب عسكي الهالية أضون كمسلم كحال الربا وناقي سيدنا كفر حو أساق نفكيسة حماهي سنة وكان حو لكن وناقي دينا القرصتها لدونية إنه كو قرصونا هذا أدي ربك إذن دحيو ومضى أذن كبارنين مقع أذن كقدونين شرف أذن كقرادنين ما له هذا لسه يستاجر يقول صورت أن أدون كان ما أنت إذا في سي سو مشكلة ما مشكلة وي هولا مركب تلبيس إبليس كا إسكا إلالي ومن تلبيس إبليس وحاكم إذا أو أدر نصانت كينا هايستا هولش أدون كان بريهان قبصتي الرئيس عود كتي مدي الرئيس خليج قطر إمارات كي دبي بحرين سعودي ما لها سكتي مادة مصابة قرآن باقام بالقولية لأن يردي والله وضياع عهية نينكي رأي إبادية جاري لعاق قبر ألاب واديار آد بها وشو الله بمي وفي عانت أدامك اللقاء فيري لكن ويل كاسي قرآن كما أنت تضبع قراءة كو آخرية أما الطبان كبه كو آخرية مع الشواف كو آخرية ماشي لو أبال قد كل قسيين هيا هدو كيدا هدو كتابك قرآن كان أنحذي وحان ربعين الله يسكو حكمه محال ورنية أرقي إساة تالي أرقي إساة تالي حفظك يسي تجويدين تيسي يا ديه يسي توستوسين تيسي محلو سيئي قبر قدون يا قاري عط هدول كتابك إلهي حلو وأنزل إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس بالحق هل اسكو حكم محليه ها أرقي حساتاي وحاتاي ما أصل راع وحاتاي متطرف هل عيني مشروع عن مركة أنا قدرين بانك قباه إنه يهاي مشروع لك قال لي إحنا بضم مسلمين تها مقصود كي القرآن كان لوس ودش وأها أدون كإنه قتليه لسكم ما أمره لغو كلبحه إن أنزل عليك الكتاب للناس بالحق سورة الزمر صم هاي لما وقلوا وليش إنه ولا ذنك قادم ملا اللجين مسابق وزوج اللي بورسوين على وتكون مرقام إنسان رنكا واك خير لكن ما ضو حال لك قال لي حين يا أنا الله عن شيء هاي مقصود كي كوي نامتك أسرع هذا يقول سؤال المحيور أنا وهي الله هي دريم باي قال المحيور هبينه بالله تمابو هذا إذا أنت في عن تاي درع عد ما الله تمابو قبل خمر كود عيد بقيد السيحدان محي قبله بود كوفر هيا وقال الله قبحي هو شو قال هذا هو سال ما عد بقى إسكيل علي وشددد وحوي وانا جينا قرصدا وانا جينا قرصدا وذات محمد واسع من طرائفي وحكمته وبدايعي مالك حنون صدي ولي بحنون كو غيريود يا وحصوب بدا ان رب بدون التابعين رب بدون اتباع التابعين علوم فرب بدون مصوبقت مركاسا وحا او ييميت او صوبود رغي كميدا صوبد نينك لو جيد يزيد البكاء من عابد او هين بدن او يحيى لو بخي او يحيى قرانك ممكن مقلب ادمدو اسو دافي مركا واني لو شيق ودنو دلاعي او هنقار ما هيا ايا صوبوقدي مركو كدقا دد كلا كبخين بو مغا يزيد البكاء وحولي إن من شر أيامكم يوم نصبت إلى البكاء بوري إنت أدنو لمانك أقول شرب النايد بروا مانك اللي قوب بحيي أو يهي أو يهي مانك اللي قوب بحشي هذا قلنا ما شاء الله قاتي يهبا إيسا ربط المساجد مانك هاسي قول لما أطي بوري مانك هاسي قول لما أطي محاجروري وحان سوق قريب وضد أفرتن سنة مالباتن سنة أو يهي أو المدى الدوق هاي حاس كودنا يسنك ورقيم بسوق قاري تضبو حنسوق قاري علومه حنسوق قاري لباتن سنة 20 عاما يبكي وزوجته مع ولا تعلمه أظن ماشوا حليه هذا يزيد نكوايو يزيد البكاء بكائين بدن بان نسوق قارني لباتن سنة أفرتن سنة أويا هي وحاس كيسو ينك ورقيم نينك ما أنت تشوق عبادة أسوق أولي حاس كيسا كقرين كرواكومه حقيقة هذه هي البن حقوق سوسيين هاي
حقيقة عشر بن سوب بحين هاي حقيقة قول يوم مسلمين وباني وحلصوا قباني ويحيسوا دوام حي حتى هدان لو ودنا سقاب الديار سقاب الديار إنو ضلطلو وحبوا كورها دنيا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا معها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فلا ولا فسادا والعاقبة للمتقين تذكوا أسترته إنما يتقبل الله من المتقين إسئلالي باشنا الدنيا سنبضنا لسوا استاكتان والذين وحنا قوانا كانا قوانا كانا سميني أعمال إذن خاصة وإلهي سبحانه وتعالى مركوا لبوين الله قول أنتان أتكوا باردان وأتكوا توسوشان ياشا تلفون كان إسكت دائيا أفضل إسكت إلالي جوغا محمد واسع الأزدي نكاوي ورقوا كاحرية عن مطر بن عبد الله المشخير عن عمران بن حسين بهذا الحديث سنة كان بان كوري حديث كان وكحية قال وحوري مركو تويني تمتع النبي الله أنا ضاهي مركا حلك على ورقة صوتور أنا اسكدم بي النسك تمتع النبي الله نبي الله يبا عمري يا تمتع يو عمري استي حق النحجي أما حج عمري إسرائيي وتمتعنا معه أنه ودن صحابانا وأن لا تمتعني عمران هدودي سيوي وحدنا حامد ابن عمر البكراوي ومحمد البكر المقدم قال الله بدا وحيد هذه حدثنا بشر المفضل من لاحق الرقاشي بوجهي حدثنا عمران المسلم المنقري عن ابي رجاء العطاردي حديث عمران اد بطرق سؤبدي مطرف بن عبد الله بن الشغير بوران كسوريجين يادنا حب وريغي متابعتي ابي رجاء العطاردي قال وحيد التابعي قاس قال عمران بن حسين نزل الايه المتعه آيات من على سودكت آيات التمتع وجدا في كتاب الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج آيات سورة البقرة وياها تذكرنا إسحاق وآيات سودكت وقرآن نص بقية إن تمتع بالنية في أشهر الحج ولم ينه عنها رسول الله رسول قال مدة كمرة من حتى ما تيلا وجريدي فقال رجل برأيه بعد ما شاء وحدثني وحكى حديث يتبي محمد حاتم الميمون حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمران القصير حدثنا أبو رجاء عمران القصير ونيك هذا المريس عمران مسلم عمران مسلم المنقري هذا المريس حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين بمثله يحن سعيد القطان وحوشي حديث كبش المفضل وكروشي غير هذا يشاء أنه قال وحوري يحن سعيد القطان وحوري وفعلناها مع رسول الله رسول آيات داس القرآن كالسود نبي محمد مدى كمرهيب وفعلناها مع رسول ولم يقل وأمرنا بها مرهن وأمرنا موسى شيئا سكر وأيديكم شيئا وحلو وفعلناها مع رسول الله رسول الله يبان الله صميني وحاكلوا مكة كجر حاجة من حيث الفقه مثلا أسطوليو الله يسكوها يو ظاهر كإحتجاج كعمران حسين وحاكم موقتا سنة النبي محمد إن قرآن لقلنا سخي كره وحلو يسحابيكو نبي محمد بان نفري أما أن الله صميني قرآن سودة قينا مجر وكدن بي نبي وانا مرهي من هلكا وحوت المامية إن سنة النبي محمد هو الرئيس لغو نسخ كره قرآن لغو نسخ كره لغا فهمي كره لكن قرآن كما قرآن سنة إلا سعوتا والناسخ هو سنة قرآن كنوا مؤيد مثل قرآن كله يبان سنة نسخ كره وبحث أسول الله قد قال لما مرك الشافعي جمهور تسيان أو شايكو أيسكم من رافن والله سبحانه وتعالى عالم